بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. اليوم سوف أقوم بشرح طريقة التعامل مع الأداة المجانية، هذه الأداة أندرويد إيتوليتي وفي إصدارها الأخير 103. سوف نقوم بشرح طريقة التعامل معها وكيفية تحميلها، وهي بالمناسبة فهي للأخ مفضل الطيب. إذن كما ترون فهذه الصفحة خاصة به، وهنا يضع شروحات خاصة به. ثم سوف نكمل. إذن فهذه هي الأداة، فهي تضم العديد من الخصائص المجانية. بالنسبة لأمتكا فهي تضم هذه الخصائص التي ترونها هنا أمامكم، بالنسبة لبوتروم وبالنسبة للميقا مود كما ترون فهناك العديد من الخصائص مثل قراءة معلومات وعمل ريست وقراءة كما رايت الانفيرام وريد. ثم بالنسبة للأمتكة هواوي وأمتكة شاومي، ريدمي نوت 11 و 11 تي، عمل إنلوك بوت لوادر. ثم هنا خصائص بالنسبة لهواتف أندرويد كما ترون، قراءة المعلومات بالنسبة للأديبي وبالنسبة للفاست بوت. ثم هنا كما ترون فهناك العديد من الخصائص المجانية التي يقدمها في هذه الأداة. بالنسبة لهواتف سامسونج كما ترون هنا هواتف سامسونج الخاصة بالأمتكا والإكزينوس، ثم عمل فلاش بالنسبة لهواتف سامسونج، وهنا الكوالكوم، ثم الهواوي، ثم بالنسبة للإكزينوس هنا كما ترون بالنسبة لهواتف الهواوي. نعم، إذن كما ترون فهذه هي الخصائص العامة بالنسبة لهذه الأداة. هي أداة مجانية تقدم بعض الخصائص وليس الكل، هناك أدوات أخرى، لكن بالنسبة لهذه الأداة فهي تقوم بعمل لا بأس به بالنسبة للخصائص المقدمة من خلالها، فهي تساعدنا من أجل فك وحل بعض المشاكل التي تصادفنا في الهواتف الذكية. إذن كما ترون هذا هو الموقع الخاص بهذه الأداة، سوف أترك لكم رابط في تحت الفيديو من أجل التحميل. ما عليك سوى تحميل الأداة ثم الدخول، هذا هو المجلد الخاص بها، فك الضغط عليها والدخول إلى المجلد ثم الضغط على أندرويد إيتوليتي، وسوف تنبثق لكم هذه النافذة فيها جميع الخصائص الخاصة بهذه الأداة.